أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على أن تنفيذ الخطط والبرامج التطويرية للقطاع النفطي سيعود أثره الإيجابي على العملية التنموية في ظل المسيرة المباركة الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتوجيهات جلالته الدائمة بجعل المواطن محور التنمية وهدفها الأسمى. نوه سموه بما سيحققه القطاع النفطي من منجزات نوعية خلال المرحلة المقبلة مرتكزا على الاكتشاف النفطي الكبير ومشروع تحديث مصفات بابكو والمشاريع التطويرية الأخرى للقطاع. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم مجلس إدارة شركة نفط البحرين بابكو برئاسة معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد الخليفة وزير النفط بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث أكد سموه بأن قطاع النفط والغاز يعد من القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ومنوها بضرورة الانتقال بالقطاع النفطي إلى مراحل جديدة في عالم الصناعات النفطية الحديثة في خطوة للسعي نحو الوصول لاقتصاد نفطي ذكي ومستدام. وأشار سموه إلى جهود منتسبي قطاع النفط والغاز وما يقومون به من أجل تطوير القطاع النفطي في المملكة ليسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز إسهامات الكوادر الوطنية في تنمية هذا القطاع الحيوي ومردوده بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. أشار سموه إلى أن مشروع تحديث مصفات بابكو الذي تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه بوضع حجر الأساس له خلال الأسبوع الماضي يعكس جانبا من توجهات المملكة نحو مواصلة الاستثمار في القطاع النفطي بما يحقق استدامة مختلف القطاعات التنموية ويسهم في تنويع مصادر الدخل، لافتا سموه إلى أن هذا المشروع سيسهم أيضا بشكل فعال في تعزيز قدرات الشراكة التنافسية ووضعها في مصاف مشاريع التكرير الكبرى. وأشار سموه إلى الإسهامات الكبيرة التي حققتها شركة بابكو منذ تأسيسها قبل 90 عاما على مختلف الأصعدة في المملكة والتي كان لها عظيم الأثر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية. من جانبه أعرب معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد الخليفة وزير النفط رئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين بابكو عن شكره وتقدير مجلس إدارة شركة نفط البحرين لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سمو وهو من اهتمام في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص عبر دعمه اللامحدود ومتابعته المستمرة لخطط التطوير لهذا القطاع الحيوي، مقدما لسموه جزيل الشكر على تشريفه بحضور الاحتفال لوضع حجر الأساس لمشروع تحديث مصفات شركة نفط البحرين بابكو، ومؤكدا على الحرص على تنفيذ رؤية سموه نحو تحقيق التطوير المستدام لهذا القطاع من خلال مضاعفة الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بقطاع النفط لمراحل جديدة تعود على الوطن بالنماء والازدهار.